السلام عليكم. اليوم عندنا ان شاء الله تجربه الكيا الكادينزا. انا عارف طلبتوها منك كثير وطلبتوا من السيارات الكوريه والسوناتا والازيرا والاوبتيما، فان شاء الله جايه واحده ورا الثانيه. هذه معنا الكيا. كيفك؟ اهلين استاذ حسن. الله يبارك. عرفني بنفسك وعرفني على السياره اليوم. احمد شحته، معك مبيعات شركه كيا الجبر. اهلا وسهلا فيك احمد. الله يرضى عليك. اليوم احنا طالعين نتكلم عن الكادينزا. ايوه. عندنا اليوم تيست درايف على الكادينزا ان شاء الله حيكون. ايوه. الفئه اللي معنا اللي طالعين فيها حتكون الفئه الوسط. حلو. الفئه اللي حتكون معنا حتكون الفئه الوسط. في منها ثلاث فئات هي بتنزل. ايوه. في عندنا الفئه اللي هي الستاندرد. أيوة. اول فئه. وفي عندنا الفئه الوسط. وفي عندنا الفئه الفول اوبشن. الفول اوبشن كمان مقسمه عندنا الفئتين، في اللي هي الداخليات بتختلف الوانها. حنتكلم عن مواصفات كل واحدة. طيب. طبعا بنتكلم على البيسك فيها. اول شيء بنتكلم على الانجن، بيكون الانجن حقها 3.5 في كل الثلاث فئات. 3500 سي سي. كم حصان؟ 290 حصان بالضبط. الماكينه بتكون دفع امامي. نظام التعليق فيها لماكفيرسون. اول مواصفات بتبدا فيها في البيسك، بتبدا فيها الجنوط، بيجي فيها مثبت السرعه، بيجي فيها الفوج لايتس الكشافات، بيجي فيها الاوديو ريموت كنترول سيستم في الستيرنج، التحكم في الصوت في الطاره. هذا بالنسبه لاول فئه بتنزل فيها. حلو. بتيجي عندنا، وهذه الفئه بيكون سعرها بيتراوح من 90 الى 92 الف طبعا حسب الموسم في الاسعار. طيب. عندنا الفئه الثانيه بتبدا من 109 الف. حلو. بيزيد فيها اللي هي زي ما حتفضلوا تشوفوها اليوم. بيكون افتر الاو ويل 17 انش، 17 انش. بيجي فيها السقف بانوراما، بتيجي فيها المقاعد جلد. المقاعد جلد زي هذا الجو. بيجي فيها السمارت كي اللي هو التشغيل بالبصمه. حلو. بيجي فيها البلوتوث برضه للهيدسيت. طبعا الانوار الاماميه بتكون النور العالي اصفر، والنور الواطي بيجي اللي هو الهالوجين اللي هو تقريبا لونه ابيض مشابه للزنون. هذه بالنسبه للمواصفات الميديا. بيضاف عليها برضه في شاشه صغيره بتعرض لك مستقله عن المرايا، شاشه اللي هي للمعلومات حقت السي دي. أيوة. وفي نفس الوقت بتعرض للبيانات الكاميرا الخلفيه. زي ما حنشوف هنا طبعا عندنا هنا الكاميرا الخلفيه راكبه، طبعا فيها الباك وارنينج سنسور. الباك وارنينج سنسور حساسات الخلفيه طبعا، والنظام اللي هو الانوار ال اي دي الخلفيه. حلو. طبعا الستائر الخلفيه هذه طبعا كهربائيه، هذه اوريدي موجوده فيها بس مش موجوده في البيسك. طبعا عندنا الابزوزين الاشكال الرياضيه الشكل الجديد الديزاين. حلو. وسووها على لون اسود على اساس تعطيها طابع برضه سبورتي شويه رياضي اكثر. ايوه بالضبط. ايوه. بالنسبه هذه هي سياراتنا اللي هي الفئه. طيب. الوسط. في عندنا الفئه الفول اوبشن. ايوه. بيضاف عليها انه بيجي معاها شاشه الجي بي اس، شاشه كبيره طبعا جي بي اس نافيجيشن، وبيضاف بالضبط انكلود نافيجيشن ودي في دي طبعا في حاله الباركينج. وعندنا بيجي انوارها زينون. حلو. الاماميه زينون مش هالوجين. ايوه. وبيضاف عليها شيء اخر اللي هو التدفئه والتبريد في المقاعد بالنسبه للدرايفر والباسنجر للسائق وللراكب. بكم سعر هذا؟ هذه بتبدا اسعارها 124 الف، اللي هي الداخليه. عندنا نوعين قلنا احنا في الفول اوبشن. الفول اوبشن الداخلية البيج. أيوه. بتيجي اللي هي 124 الف، اللي هي داخلية بيج او اسود. حلو. في عندنا كاتيجوري ثاني 126 الف. أيوه. اللي هو بتكون الانتيريور حقته ابيض، الداخلية ابيض، المقاعد كلها ابيض. أيوه. وبيجي السقف حقها اسود، فبتعطيها نوع من الاليجانتي. أيوه. شوية. حلو. أيوه. السيارة هذه بالنسبة لسيارتنا بالثلاثة فئات بالمواصفات حقتها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نصور، خش نتفضل نصور السيارة من جوا. تفضل. ما شاء الله حر شويه. طيب حكينا دحين، احنا الاحتمال كان برضه احنا واقفين برا، خلينا نحرك التكييف لفوق شويه لانه احيانا ياثر على الصوت حق التصوير. ممتاز. ماشي ده كده برضه شويه عشان برضه السماعه. ايوه شكرا. الان احنا كنا بنقول المواصفات من برا، فاحتمال مع الهواء الصوت ما كان واضح شويه.
انا هذا الحين الخشب معلش عندي كم سؤال استحملنا فيهم. تفضل. الخشب يجي الوان ولا لون واحد؟ لا الخشب عندنا بيجي لون واحد. لون واحد ايه، بس بيجي في عندنا في درجتين. أيوه. هي الاثنين كلها غامقه بتكون. حلو تمام. حلو. في عندنا الدرجه البنيه وفي عندنا الدرجه السوداء البيانو بلاك. ايوه البيانو. أيوه. بلاك. وبيجي برضه في التمويجه الخفيفه هذه. طيب الحين هذه الفئه الوسط والفئه الصغيره، اللي الفئه الوسط فيها كاميرا خلفيه، الفئه الصغيره برضه اقل شيء يجي فيها كاميرا خلفيه. اقل شيء لا ما بيجي فيها. فالفئه الوسط ولا حساسات. ايوه فالفئه الوسط يجي فيها. الفئه الاكبر اعتقد الشاشه بتيجي بالحجم ذا كامل. بتيجي بالحجم هذا كامل. أيوة. مو بس انه الحته دي، كل البلاستيك ده يجي كامل. بالضبط. طب هنا المفروض برضه يكون في اوبشنز وماوس وحاجات ثانيه. هنا هذا الاوبشن اللي بيكون متوفر، بيكون عندنا متوفر في الفل. أيوة. اللي هو التدفئة والتبريد في المقاعد. حلو. تدفئة والتبريد. وبعدين ايش في هنا كمان؟ الماوس في النص هنا لا ما بيجي فيها شيء. برا المواصفات خارج السعوديه بيجي. أيوة. فيها اللي هي الماوس. اي لسه بقول لك في الاسواق النظيفه يحطوا لهم اشياء نظيفه. يا اخي ما اعرف، احنا دائما مكتوب علينا ندفع فلوس كامله والمصانع احيانا ما ادري. انا واحده من الاشياء اللي عفوا في الكلمه دي المداخله دي، الفكره كانت في بالي لما عملت القناه هذه فضل من الله ثم من تشجيعكم، كانت حاجه واحده. طبعا. في بتفادى دائما حته معينه. الناس عندنا هنا بقول دائما احنا شعب العربي شعب عاطفي وشعب كرم وشجاعه، ففي اشياء كثير قائمه بالعاطفه جدا. فعندنا مشكله انه كان دائما يا اما الوكيل حرامي وخليها تصدي لما يزعلوا منه، يا اما الوكيل سارقنا وغصبا عن عيننا ندفع وفين وما في وزاره التجاره. طبعا معلومه بسيطه، وزاره التجاره ما حد تدخل في اسعار السيارات، لانه من عام 2001 كانت الله 100 سنه قبل كده كذا، يعني من باب المبالغه بقول 100 سنه، السنين اللي فاتت دي كلها كانت سعر البيع محدد ب 15% المربح المارجن الهامش الربح من الدوله من وزاره التجاره. بعدين فتحوه في عام 2001، تبى ترفع على 15 بكيفك، تبى تنزل بدون ما تربح بكيفك. فهذا حكايه احد يقول والله السعر مغالى او مغالى حق السياره، دي نقطه. الان ليش انا شرحت حكايه دي؟ الوكيل اعتبر والله اعلم الوكيل زيي زيكم، جاته فرصه انه ترزق الله فابتدوا عمل وسووا من 50 60 سنه وهم شغالين وبيدفعوا فلوس وبيطوروا وتعلموا الشغل ده برا. لكن لما الهدف ليش نسوي ده كله؟ لما المجتمع عفوا خليني اخفض من روحي، لما المجتمع ككل فكريا يرتقي ويتثقف بدرجه عاليه واعيه، مو بس فئه او فئه، والفئه الاكبر الله بالخير سياره خلاص ورثنا سيارات معينه من ابائنا واجدادنا، فهي دي سيارات ما في غيرها. الزمن بيختلف، شركات بتطلع شركات بتنزل. صحيح. شركة الكوري ما كان موجود. الكوري افتكر عام 1980 84 ميلادي كانت مع وكيل اسمه سند، وكانت الرجل اظن غلف السياره عمل وجوده. صحيح. كان اذا خبطت الباب حق الهونداي اظن يعني من باب المبالغه من باب المسح، اذا خبطت باب الهونداي تتفكك الاربع الابواب تطيح السياره. صحيح. فهو طبعا ما كان غلطه وكيل، كان مصنع، بس عبال ما الكوريين شدوا حيلهم وانتظمت امورهم وظبطوا فلوسهم واستثمروا جامد. فالفكره هنا اللي بقولها انه لما المجتمع يرتقي فكريا برا، تشوفوا سيارات كثير في امريكا ضمانها 7 سنين، وروني هنا المصنع بيديكم ضمان 7 سنين. يعني في امريكا ما عندهم حر، احنا عندنا حر، عندهم ولايات مولع نار زي اريزونا وفينيكس وهذا وهيوستن، عندهم لا الحر حر زينا ما راح بعيد، وعندهم شتاء يعني اذا عندنا مثلا شويه ثلج وعلى 4 درجات مئويه او 0 او 1، عندهم في كندا 30 و20 و23 و40 تحت الصفر. صحيح. فما احنا اقصى منهم في الجو، بس هم عندهم بدون ضمان. ليش؟ لانه في صناعه سيارات محليه، او ممكن نوصل احنا لنفس المفهوم ده لما المجتمع كله يرتقي فكريا ويفهم في حكايه السيارات وبيطبق المنطق فاليو فور ماني، ايش بتدفع مقابل الريال، مقابل الدرهم، مقابل الدينار، مقابل العمله حقتك ايش ما كانت، بتدفع شيء ايش بيجيك مقابله؟ يعني في المثل انا ما احبه المثل ده، بس يقولوا ما صلى طلب مغفره، انا ما احبه لان اعتبر انه المفروض علاقتنا مع ربنا حبا فيه، احنا بنصلي ورغبه فيه، ومو بس انه عشان زي العبد يا ما قبضتني ما انا قايم اعمل، لا لا لا، العلاقه ارقى من كده مع الله، انه الواحد يحب الله ويعني اعترافا بالله وبجمال الله علينا وبكرم الله علينا ونعمه علينا الواحد يحبه فيصلي انه واقف بين ايديه يتشرف، مو انه والله يا صلي عشان جنه ما ندخلني جنه ما نصلي. صحيح. فدوشتكم بأشياء كثير، لكن الفكرة لما يرتقي المجتمع فكريا نقدر إحنا نصير قوة ضاربة، نفرض على المصانع إنه لا يا عمي أنا أسوة بغيري، أنا بدفع فلوس زيي زيهم، تديني زيهم، ما اديتني زيهم، اللي حيديني شيء أفضل حروح له، مو عشان والله أنا خلاص موالي للمنتج ده وانتهينا أنا وأولادي وأحفادي وأجدادي، نموت ونموت ويحيا المنتج الفلاني، لا لا لا، حكاية فلوس. فالفلوس هنا شيء. فعشان كده لما جربت ايامها الكيا الكورس
فحتى احمد قال لك نضحك بيقول لي ناس كثير ما شاء الله جات اخذت السياره ويقولوا فين سياره حسن كتبي، قال لي حتى المحافظه لسه قاعد تضحك مش عارف اسم السياره وعارف اسم الدرجه عارف ايه الكيه حقت حسن كتبي فينها قاعد تضحك. فالشاهد يا جماعه الخير والله لازم كل ما في الموضوع الحاره وصل له انه المجتمع كله يرتقي فكريا، افهم ويعرف مو بس المواصفات السياره، انت ايش بتاخذ مقابل الريال، يطلع لك ايش مقابل الريال، ايش حقوقك كمستهلك وايش حقوق المصنع عليك كضمان وغيره. إذا وصلنا مو نفر ولا نفرين ولا حتى 100,000، إذا نتكلم تعداد السكان السعودية مثلا 23 مليون أو 30 مليون بالكل، على الأقل على الأقل على الأقل أنت بتتكلم لازم يكون عندك 20 مليون من ال 30 مليون عارفين اللي ليهم واللي عليهم، فتقدر تفرض على المصانع الأجنبية إن كان أوروبية أو يابانية أو كورية أو أمريكية. إحنا مجتمع متعلم مثقف جدا فنبغى المواصفات الفلانية دي كلها، لأنه ما ديتني أنا زي مثلا كيا، نفترض آخذ كيا كورس مقابل اي منتج ثاني، وما حقول مثلا تويوتا لانه يزعلوا اقول شيفروليه يزعلوا، تعرف الشباب ياخذوا الحكايه بالعاطفه فيحسب انه انا شركه ضد شركه معينه بالضبط. لا والله انت اديت شيء انا حروح معك، الضمان المفروض فيه، قطع الغيار فيه، الامور هذه كلها موجوده عند الوكيل، فانا بحول فلوسي مقابل الخدمات اللي باخذها هذه. فبتجبر ذيك الساعه لما المصانع بيشوفوا والله الشركه المصنع الفلاني تهور واداهم مواصفات اكثر او اداهم اشياء اكثر، احنا لازم نرجع على المكتب الاقليمي في دبي او في تركيا او في المانيا او في المصنع، ترى اخواننا الشركه الفلانيه المصنع الفلاني تجنن، احترم الشعب العربي اكثر، اداهم مواصفات اكثر، الشعب العربي واعي فبناء عليه راحوا معه. فلازم تدونا نفس الضمان، لازم تدونا مواصفات اكثر، تدونا اشياء اكثر عشان ينافس اكثر، فبالنهايه المنافسه دي اللي قايمه بينهم لمصلحتنا احنا كمستهلكين بالدرجه الاولى. ومعانا الوكيل، الوكيل محترم شديد، احيانا نشوف ناس يروحوا يضربوا في الوكيل، اذا الوكيل على حق احيانا يكون معه حق واحيانا ما بيكون معه حق، بس الوكيل ترى زي زيك وجاته فرصه رزق الله، يمكن لو سوينا احنا جاتنا فرصه صرنا زي الوكلاء يمكن سوينا اسوء منهم. لكن انا ما بمدح احد ولا بذم في احد، انا بتكلم على فكر، فكر بسيط، اذا ارتقى الفكر ده الناس كلها امورها ان شاء الله حتتحسن وتنتظم في اشياء ثانيه كثير. صحيح. الان ماشي كده فاصل يعني ونواصل، ودوشتكم شويه باشياء معينه بس حبيت اشرح حاجات ليش احيانا انا بميز سيارات عن سيارات، لانه حتى لما اقارن سيارات مثلا مع تويوتا احيانا تويوتا بتفوز واحيانا سيارات ثانيه بتفوز، فبيقولوا انت ضدها، انا ما ضد، انا بحسب ارقام اسعار مواصفات فاليو فور ماني، انت كعميل ايش بتاخذ مقابل الريال اللي بتدفعه، الدرهم الدولار ايش ما كانت العمله هو ده اللي يحكم. مو انا لو تقول لي الولاء يا عمي الولاء والطاعه، الولاء لله والطاعه لله، ما هي المنتج معي، المنتج ما في ذا اليوم في الثاني ذاك بكره، اداني شيء اجمل اداني شيء احسن حشتريه، لانه انا بدفع فلوس انا بتعب في الفلوس. يوم ما يدون المنتج ده والله انا شريت لي انا شغال معاهم انا وابويا وجدي لنا 50 سنه بنشتري منهم سيارات، ادوني السياره مجانا، اقول لك والله يا اخي ضمنوا ولائي ضمنوا سكوتي، ادوني السياره خلاص كل 10 سنين حيدوني السياره ببلاش، حلوين كده انا معاكم ترى العمر بطوله. لكن لا والله انا كل مره اللي حدفع ويوم ما يكرمني يقول لي اوه حديك 2000 ريال ولا 5000 ريال ديسكاونت، معلش الله الغني ما ابغاها، حشوف مين في السوق بيديني افضل شيء انا حشتري منه. معلش احمد الله يخليك بليز، المواصفات انا عداد عاجبني شكله، اشرح لي عليه. احنا الحين قلنا هذه تجي في الفئه الوسط، هذه احنا الان الفئه الوسط، الكراسي عندنا عفوا الكراسي الخلفيه هذه هي ما شاء الله برضه مخرمه، فيها تبريد خلفي؟ لا ما فيها تبريد خلفي حتى في الفول. طيب هذه حقت الاكواب، هناك الشنطه تتفتح عشان الاشياء الطويله، العشاء الطويل الحاجات الطويله اللي يدي لك مساحه. هذا سقف البانوراما، طبعا هذا سقف البانوراما، وفيها لمبات برضه خلفيه محطوطه خلفيه مستقله. السقف تفتح ما شاء الله، انا شايف ان الكوري قدامه 5 سنين، واذا اكد الكوري وانتظم في حكايه انه 5 ل 6 ل 8 سنين مو 10 بشرط يكمل في خط ده الكوري في الاسعار مواصفات كذا، ويكمل في انتشار مراكز خدمات ما بعد البيع. صحيح. تويوتا حتنزل من رقم واحد لا محل، لا محل. وفي ارقام ثانيه كثير انا عارفها وشايفها، وعارف انه الكوري رقم 2 في السوق، بس مساله زمن انه يجيب رقم واحد يعني، هذه شويه راحه وجايه، بس اعتمادا اذا الناس لقيت مراكز الصيانه انتشرت اكثر. صحيح. احنا كمان حتى استاذ حسن الان صرنا مقدمين خدمه جديده. عندنا فرع في طريق الاندلس. هذا المركز صيانه سريع. صار الان مفتوح عندنا من 7:30 صباحا الى الساعه 11:30 في الليل.
سلام. يعني في اي ظروف وايا كان وقت دوامك انت تقدر تروح تودي سياره. بالراحه اجيك انا شغلت خلصت مشاويري بعد السياره مع السواق خلصنا انا عندي خلص اموري كلها وحجيك اتسلى عليكم في الليل اكيد، وخصوصا انه الفتره هذه احنا يعني انت بتعرف بتكون دخلت مدارس، فتره المدارس هذه بتكون صعبه على اولياء الامور انهم يودوا سياراتهم للصيانه. لو انا طالع الساعه 5 العصر من دوامي 6 وانا وصلت البيت 6 على يدوب اكلت لقمه مثلا ريحت ولا اي حاجه، عندي مشوار موعد مع الدكتور خلص على الساعه 8 في الليل مثلا 9 في الليل حمر عليكم شويه اخونا بالله غير ممكن كمان بعد العشاء انت حتتعشى وحتسوي كل اجراءات يومك حتخلي الصيانه اخر حاجه. انا بقول لك يعني نفترض انه يعني قلت مؤخر بس هذا صحيح. طيب اشرح لي على العداد الله يرضى. بالنسبه للعداد عندنا العداد هنا بيجي الكتروني حلو، العداد مش عبارة عن شوكة. بالنسبة للار بي ام حقها بيجي العداد هنا شوكة بس هنا العداد اللي في الوسط اللي هو حق السرعة الكتروني وبيجي فيه شوية خيارات اللي هو بيدي لك فين حق السرعة؟ حق السرعة هو هذا هو العداد نفسه أيوه. وهنا عندك اللي هي الصرف البنزين الافرج حق البنزين أيوه. بيجي عندك كم باقي في البنزين بيدي لك بعض الاعدادات في الطبلون بيدي لك النغمه اللي تبغاها علشان لما تشغل ولا تفتح متابعه السيرفس موجوده فيها فهذه كلها بالإنجليزي. خيارات طبعا بالإنجليزي. كلها بالانجليزي بالضبط ما بعرف طيب. انا بنتكلم شوفي هذه الخيارات اللي تظهر لنا على الطبلون الخيارات العديده وتتحكم فيها من نفس الستيرنج في عندك زرين مخصصه فقط للسيتنج حق الستير الطبلون هذه فقط مخصصه لي اللي هي المنيو اللي هي نتكلم عنها اللي انت قاعد تستخدمها الان قاعد العب فيها ايوه بالظبط طيب الحراره سؤال ثابته ولا تطلع وتنزل عندكم هنا؟ لا الحراره دائما في كل السيارات الكوريه في كل البراند الكوري بتكون ثابته ايوه نظام الياباني نفس التقليد اول ما ابتدت اللي هي بتيجي على النص اول ما ابتدت الهيونداي والكيا كان مبتدئ بمكان متسوبيشي بالضبط صحيح يعني قبل الله اعلم من السنين فكان مكان متسوبيشي فانت اخذت كثير من التقاليد وبس وجات الجماعه طوروها صار معهم كاش اللي طوروا السياره دي لمستوى ثاني ارقى صحيح وفيها مواصفات احلى كثير جدا اكيد. الحين احمد السياره 6 نمر مش كده تبترونكس بالضبط الجير هنا عندنا تبترونكس 6 نمر هنا بتعشق من تحت وتعشق من فوق بيتعشق من تحت وبيتعشق من الستيرنج في عندك اللي هي زي الفورمولا اللي هي الشيفتنج تبترونكس بالضبط اكزاكتلي طبعا في معلومه بسيطه السوناتا والازيرا السوناتا والاوبتيما أيوة. والازيرا والكادنزا هم شركتين طبعا شقيقه شركه كيا اعلنت افلاسها عام 90 91 اشرتها شركه هونداي صحيح فعملوا تقسيمه معينه شويه غريبه من ادوبه اختلفت شفتها بصراحه انا في الكيا الكورس افخم نوع كانوا يعتبرونها كانها نخب اول طراز اول ادو هونداي والدرجه نخب اول الا ربع ادو كيا بالزبط. حتى الاسعار المفروض انها تكون شويه ايش الاسعار اقل الان شايف شويه لما جو جماعه الالمان حقون اودي مصممين اودي مصمم حق اودي مصمم حق بيتر شراير حق البي ام جو صحيح. فابتدوا ركزوا على اسم كيا يعني هونداي عملت حاجه كويسه حلوه الجينيسيس والسنتينيال رفعوا السيجمنت الفئه دي وحطوا لها علامه هنا صحيح. كيا قال لك لا احنا شعارنا كيا نبغى نحافظ على اسم كيا وهو كيا لوحده راقي وحنرقيه اكثر صحيح. الفرق بين السوناتا والازيرا ترى تيجي تشوفوه عندي في تجربه المازدا 6 فكنت عامل جدول فكنت حاطط فيه السياره اللي هي السوناتا مع الكامري مع المازدا 6 طبعا خذوا الدايمنشنز المقاسات الخارجيه حقت السياره طول وعرض من هناك لكن الماكينه هنا في حاجه عجبتني هنا مقارنه بالهونداي الازيرا هذه 6 سلندر 3500 سي سي 290 حصان هنا وموجود في السوناتا نفس الشاصيه ترى خذوا بالكم نفس كل شيء من تحت بنسبه 99% واحد او 98% اختلافات بسيطه هنا وهناك بس هناك حاطين الماكينه 3000 سي سي 250 حصان هنا حاطين 3500 290 حصان صح ولا لا؟ صحيح اكيد مزبوط. بالضبط فهذا بالضبط. الفرق البسيط جدا طبعا الاسعار يمكن هنا هتلاقوا الفول اوبشن اعلى نوع من الكادنزا حوالي 124000 124000 مقارنه بالازيرا عفوا بالازيرا يعني عشان الواحد يسمع دخل في بعض مقارنه بالازيرا تلاقي انك يمكن في فرق هناك حوالي 12000 ريال ارخص بس انا بظني غير انها سياسه تسويقيه غير انه وكيل واحد هناك ثلاثه وكلاء فنوعا ما يعني بيكون شويه بيكون في منافسه في طحن بينهم قايم وفي فرق الماكينه 290 حصان 3500 سي سي هناك 3000 سي سي 250 حصان
الان الماكينه هناك رياضيه وهنا رياضيه، لا تتوقع انه هناك الماكينه خامله او ما هي او تعبانه، لكن انه كل شيخ له طريقه وكل واحد له ابروتش مختلف. هناك ممكن يقول لك والله مطورين الالكترونيات اكثر والميكانيك الاحتكاك الداخلي اكثر، زي امس لما كنت بجرب الهوندا السي ار في، الماكينه زودوها 20 حصان وخلوها 5 نمر بس عن طريق خففوا الاحتكاك داخل الماكينه وحسنوا ردود فعل بسيطه هنا هناك، الماكينه الواحده تحسنت. التسارع من 0% كم كان ثاني تقريبا؟ في حوالي بياخذ من 6 الى 7 ثواني. اديت تقريبا 7 ثواني ونص، لكن خلينا نجرب هذا الحين. نجرب هذه، نجرب نقول بسم الله. شعبان عدد قدامك طبعا، اشوف ردة فعلها. هذا من الجير الثاني ابتدى التسارع 40 وراح بعشق. ما عندك مشكلة، فرامل حلوة ما شاء الله، 120 داون شيفت كمان كويس، مع انه تحس فيه بالنتعة حقته، بس انه ايش انت اوريدي بالداون شيفتنج بتضغط على الماكينة. خلينا نصور الكراسي الخلفية، نصور الكراسي الأمامية حق السيارة، نصور الماكينة و يعني شوف كذا كيف. احنا زي احنا شايفين السيارة، حتى اللون ما شاء الله رائع، يعني عامل زي الأبيض اللولي شوية كذا، في لمعة حلوة. فخلينا نشوف الكرسي الخلفي، زاوية الفتحة ما شاء الله واسعة، يعني ما هي 90 درجة كاملة، في أكثر 45، بس ما شاء الله مريحة للدخول. بالضبط. الحين الكرسي الامامي نايم، الباشمهندس مصور كان شويه مريح عشان يصور، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله انا قاعد ورا مستريح على طول كذا، قاعد ورا مستريح في السياره ما عندي مشاكل. الوسع الخلفي حلو، طبعا السياره دفع امامي فبيوفر الشاصيه يكون اكثر شويه، بيوفر مكينه بالعرض عشان الوسع الخلفي اكثر شيء. في تكييف هنا، باين فتحات التكييف؟ ايوه طبعا باين فتحات التكييف اللي هنا، والتكييف ما شاء الله من قدام. انا دائما اقول الكوري والياباني ما تشيل هم التكييف ابدا، دائما له فريزر. عندنا هنا حقة اكواب القهوه، الكراسي مخرمه، فيها تبريد الكراسي؟ لا الخلفيه ما فيها تبريد، يعني هذا بس مجرد انه بتتنسم الكراسي. بالضبط، على اساس نوع من التهويه للجلد نفسه، على اساس يحافظ على الواحد لكن الله ما يعرق ولا يحرف السياره فيها. الحمد لله تمام. طيب خلينا نشوف الشنطه الخلفيه. الشنطه الخلفيه تمام، هو بزر واحد يتفتح هنا. ايوه بالضبط، هذه المساحة الداخلية حقت الشنطة. لا بس فيها ما شاء الله حلو كذا، جدا ممتازة. وعلى فكرة الكوريين الآن في بعض، معظم السيارات الآن صارت تجينا، نحن سوينا ملاحظات. ايوه كانت الطفاية تبعت الحريق، ايوه كانت بتيجي تحت ال عند رجول ال الكرسي اللي جنب السائق الأمامي. الآن اتجهوا إن هم يخلوها في الخلف هنا آمن وأفضل، على أساس إنه ما بتجرح الرجول، ما بتضايقهم في الجلسة، ياخذوا الوضعية الآخر مساحة في الكرسي، هو ما بتضايقهم. بالضبط بالضبط. طبعا خلينا نتكلم انه السياره ما هي فئه السيارات الفخمه كثير، فما فيش يعني فتح بالكهرباء وتكفي بالكهرباء واشياء من كذا كثير ما في. السياره معموله انه على حول 124000 ريال، يعني خليني ايش اقول، ما اعرف اذا صح المثل، رخيص وكويس وابن حلال في فئه السيارات الكبيره. مشكله الفئه حقت السياره هذه الزحمه، في عندنا الامبالا، في عندنا التورس، في عندنا الشركتين الكوريتين، في 4 سلندر وفي 6 سلندر، فدخلوا على بعض. في عندك مثلا الكامري والاوريون والافالون، فدخل صارت زحمه فئه كبيره. يعني الامريكي صار بخش ينافس الياباني، يقول لك انا اديك اكبر، اديك اوسع، اديك سيفتي. الكوري دخل، طبعا في عندنا حتى الفولكس واجن الالماني، الفولكس واجن الباسات والجيتا ابتدت تدوبها في الفئه دي، شدوا حيلهم فيها، ابتدوا من تحت. في عندنا المازا 6، فما شاء الله في، بقول لك زحمه سيارات، وخصوصا الاربع سلندر والست سلندر احيانا من ناحية السعريه ساحوا على بعض، دخلوا على بعض. ففي زحمه، حرب عالميه ثالثه قايمه في الفئه دي بين المصانع كلهم، ولسه غيرهم بيدخل فيها لانه عليها طلب وبتبيع مبيعات خياليه. المتصدره في هذه بيعيا الكامري، بس في منافسين كثير. مشكله الكوريين لما بيخشوا في الفئه هذه بيفجروا الفئه عن طريق حاجه واحده. الالمان بيتكلم سيفتي، التراك حق السياره عريض، فرامل، صلابه التصنيع، ارباقات، الاوتوبان. الدوله الوحيده في العالم الاوتوبان مفتوح الخط السريع، الهاي واي في المانيا يسموه اوتوبان، الخط السريع مفتوح، ما في سرعه محدده، تبغى تمشي 250 ولا 350 الله يسهل لك، مع نفسك ما حد حيقول لك شيء، بس انظمه معروفه والامور كلها معروفه. لكن الكوريين كيف يخشوا الفئه دي ويعني اكتسحوا كثير بصراحه، بيفجروا المكان اللي بيخشوا فيه، بديك اكثر مواصفات، بديك كل المواصفات باقل سعر ممكن. فعشان كده ما بقول رخيص وكويس بن حلال بفئات اكبر منها
اوسع منها افخم منها. في ناس يقول لك يعني مع فارق التشبيه، مع فارق التشبيه انه لما اقول لكزس اي اس فيها سيارات فخمه، في ناس كثير يجي عندنا مشكله. واحده من الشباب برضه من الناحيه التثقيفيه، لما اقول لواحد يقول لي يا اخي مثلا معايا 120 الف ريال، اقول له طيب، يقول لي اخذ سياره سبور الفلانيه ولا السياره الاربع ابواب ولا السياره الجيب، اقول له اخي اتق ربنا حدد، يا اما تاخذ جيب وتناسب نشوف مين المنافسين فيها، او السيدان مين المنافسين فيه، او الكوبي والكاش مين المنافسين فيها. فما ينفع تجيب يعني تقارن بطيخ بخيار ببرتقال مثلا او شيء، نمسك حاجه ونقارن ناحيه علميه. فهنا مشكلة الناس كثير مثلا يقول لك 124 ألف ريال، لا والله في عندي، وابتدي يعدد يمين وشمال كثير. المنطق موجود، أنا ما أقدر ألغي المنطق هذا ولا شيء، هو مفهوم موجود، ألين شوية شوية بالطول، لكن في النهاية برضو بحسبها من ناحية هو كم بيدفع. فعلى 124 ألف ريال باخذ مواصفات الفولي لودد، مش هادي الفولي لودد اللي فيها نافيجيشن وفيها تبريد وفيها حساسات. صحيح. في حساسات أمامية، فيها حساسات خلفية، خلفية وفيها وفيها يعني ما شاء الله فيها كمية أشياء قد كده. والله يقول لك عمي وكم ضمانك متعسر؟ احنا الضمان على الكادنزا بالذات، الكادنزا والكورس والجيب المهافي، بيجي 5 سنوات اوبن مايلج، مفتوح الكيلومتر، يعني 5 سنوات مفتوح. فيجي واحد عمي انا كل الحيل في الدنيا دي قطعت نفسي، طلعت معايا 120 الف ريال، هاجي اطلع عينك وبتخانك على 4000 ريال مثلا، وابغى السياره ومقارنه بسيارات افخم منها بكثير، يقول لك لا والله عمي انا اخذ السياره 5 سنين معاكم. حاجه واحد مثلا الجوده حقت الياباني، انا اعتبر جوده الياباني اعلى من الكوري، وجودة الألماني أعلاهم خصوصا في ناحية السيفتي، بس مقارنة فاليو فور ماني بقابل كم بدفع، والسيارة فيها إيرباقات وفيها سماعة ساوند سيستم إنفينيتي وفيها نافيجيشن، فيها كل شيء، وما حاخذ السيارة سابق فيها، أنا أبغى سيارة توديني وتجيبني كل يوم وفيها كل متطلبات السيفتي الموجودة المعتمدة. وين عجبني حاجة واحدة، السيارات عندهم شوف فرحان شوي راح جيت ثالث مرة جاي في السيارة فرحان فيها. فا ما خليني نشوف هنا الستيكر، شفت عندهم الجماعة موجود ستيكر، موجود الستيكر ولا؟ ايوه هذه ضربة تحت الحزام، يعني للي يفهم الارقام هذه المعلومات هذه. طبعا هذا الستيكر حق انه مطابق لمواصفات المقاييس، بس ايش بيسوي؟ ما قال لك مطابق لمواصفات المقاييس السعودية والخليجية معتمدة، في مختبرات عالمية برا بتعمل حوادث صدم، السيارة كيف يختبروها؟ مسكوا السيارة اخذوا لهم 3-4 سيارات وصدموها يفقعوها يكسروها، ده الحل، اصدمها من قدام، اصدمها من ورا، اقلب السيارة، اصدمها من الجنب. بناء وبيحطوا روبوتات داخلية جوا زي البشر، وفيهم مجسات سنسورز حساسات وقوة الصدمة، لأنه عارفين كم الجسم يستحمل في الصدر، كم في ناحية البطن والأمعاء، لا سمح الله ممكن قوة صدمة معينة راح مصارين وكلها تطلع في الرجول، الأشياء دي كلها. والكرامبل زون مناطق الارتضام أو اللي تطبق في السيارة. بناء على كذا هذا اللي نعرفه تي يو في، هذا أقصى مواصفات في العالم، الألمانية التوف يسموها توف أو توف، بس ما بدي اقول توف لانه الناس حتفهمها غلط. تعرف عندنا الشاب عز ينكتوا علي حاجه، ايوه على طول. ف تي يو في خلينا نقول، يعني خذوا بالكم السياره مصنوعه في كوريا، عندك هنا دائما معلومات السياره كامله ميد ان كوريا، السياره مصنوعه في كوريا، عندك ضغط الهواء حق الكفرات موجود هنا، معلومات السياره كامله هنا. فمصنوع، شوفوا كلمه ميد ان كوريا، مصنوع ان كوريا، بس حابب اوصل لك رساله معينه. لا تقول لي كوري وتعبان وما يسوى وما يستاهل، وتعرف ان احنا دائما نحب نقعد دائما، ما اعرف انا اعتبرها نوع من العنصريه، هذا صيني هذا كوري، افهم من كذا احنا مصنعين سيارات عربيه فكسرنا روس العالم، فوصلنا لمرحله معينه يا عمي هذا صيني. صحيح، احترم الاراء كلها، بس انا بعض الاراء باخذها من باب انه احترام ودعابه ومسح، نفس الشيء بوصل رساله معينه على الهاتف. المهم الجماعة تصنيع كوريا بيقول لك عمي شوف المواصفات المقاييس حقتنا اخذين مطابق للالمان لاقصى مواصفات في العالم، اي تي يو في او توف اذا حابين تسموها، بس عمي غير شتايم الله يرضى عليكم. ممكن نشوف الماكينه، عجبتني ديسكات الفرامل الجنوب، وين كنت احس انه شويه نوعا ما لما يكون الجنط حلو مفتوح وتبريد فرامل حلوه، يعني كنت احس شويه لو الديسكات الفرامل كبرت سنه تمل الجنط كذا، تدي شكل رياضي، تدي شكل سبورت، ايوه يعني شويه تعرف يعني، حتى لما تشوف ديسك الفرامل ما شاء الله يعني كبير تسرح شعرك عليه من كثر كبره وكذا ويلمع من ورا تطمر، لا 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 في فرامل جباره، ومع ذلك الفرامل ما هي سيئه، بس انا بتكلم على بعض الاشياء يعني اعتبروها فزلكه زايده مني او حسوكه زايده. احمدك يا رب في مساعدات، ما في عمود يعني، ايوه هيدروليك يعني حاجه حلوه. طبعا السيارة دفع امامي 3500 سي سي 290 حصان، طبعا عيوب الدفع الامامي دائما 63 ل 67% من وزن السيارة قدام، لكن
ما هي معموله سياره حقت سيارات سباق ورياضيه. تبغى سياره رياضيه خذ لك سياره بابين او سياره دفع خلفي او دفع رباعي وطلع اللي في راسك. لكن هذه سياره تؤدي الغرض منها، سياره عمليه توديك وتجيبك كل يوم، تخدمك خطوط سريعه مريحه، كل امورك اللي تبغاها وانت وعيلتك ماشيه، لانه كل الانظمه العالميه بتتكلم على الشكل ده. تبغى تاخذ سياره في حلبه سباق طلع اللي في راسك هناك، ما حد يقول لك شيء. الان ايش انا شايف عيوب بسيطه على السياره دي؟ ما في حساسات اماميه، لا في حساسات اماميه، هذا الشيء. اثنين، انا ماني غاوي كثير الدفع الامامي، لكن اتكلم اذا واحد يبغى سياره توديه وتجيبه كل يوم ومو حق سواقه رياضيه، سياره تؤدي الغرض، ومع ذلك بالدفع الامامي سياره بتؤدي الغرض، بس بشرط انك ما يعني يو دونت بوش يور لك، ما 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 تدف، ما تزودها بزياده يعني. لا يعني اللمبات شكلها حلو، نازل فيها ال اي ديز، ايه شايف ان شاء الله شكلها رائع. لما تحط النور العالي طفل الليدي الليدي اول ما بتشغل النور، لانه هو بيعتبر انه ضوء نهاري. اي ايوه بالضبط، بس لما تشغل النور بتطلع معلومه دي الحين بالضبط. الحين لما تشغل النور العالي فيقوم يطفي الالي دي، لما تطفي النور اللي فوق يبتدي الالي دي يشتغل معك زي ما احنا شايفين هنا. تشتغل الالي دي بالضبط، تشتغل الالي دي. الوسع الورا لا باس به، فتحات البانوراما حلوه، ضمان 95 حلو. يعني انا مكبات بعض الاشياء بسيطه في السياره اعتبرها ناقصه. الشاشه يعني بصراحه، هذه كم سعرها قلت لي؟ هذه ب 109 109000. يعني هذا تمنيت حتى ال 109000 هذه يكون فيها نافيجيشن، لكن طبعا في درجات وكل حجره لها اجره والالوان ومواصفات حق السكيل، لكن لا باس فيها. في عندك معك صيانه؟ يعني واحد يشتري سياره ولا ما؟ باكج الصيانه لسه والله ما بدانا، احنا بس قاعدين ان شاء الله نطور على اساس نقدمها الخدمه هذه، بعد كده تباع مع السياره. تباع مع السياره طبعا. المنافسه بينها وبين من شقيقتها او بين عمتها على طول انتقالتها اللي هي الزيره. يعني تو كلوز، يعني حتى لو قعدت سالت هناك شويه اشياء هنا وهناك. كل سياراتكم تيجي اي بي اس مش كذا؟ كل سياراتنا تيجي كلها اي بي اس، كل من تحت لفوق اي بي اس، من تحت لفوق بالضبط. هذه ميزه حلوه. بعض الشركات السيفتي، السيفتي جدا مهم. بعض الشركات تعتمد في المنافسه لما يجي يحط السيارات ويقول لك مثلا بدون تسميه الدرجه الاولى والثانيه ارخص شيء، بس بدون ايرباك وبدون اي بي اس، الثالثه والرابعه. يعني ايش ما معايا فلوس اموت مثلا اعمل حادث، الاي بي اس والايرباك هذا اجباري لازم يكون موجود. الان معايا فلوس او لا، قد ميزانيتي هذا تخش والله يجي فتحه بانوراما حاجات زي كذا، اشياء السيفتي هذه المفروض تكون ستاندرد اجباري على كل السيارات اللي تجي. لكن ما اتفاوض عشان العميل ما معاه اقوم ادي له ايرباك ولا اي بي اس، لا، كل السيارات لازم يكون فيها ايرباك، كل السيارات لازم يكون فيها اي بي اس. تبغى عمي هذا الله يحييك على كذا، ما تبغى ارفض لك سياره مستعمله. لكن اذا انطبقت النظريه دي حقت انه نهتم في حياه الناس والايرباك والاي بي اس، دي جدا مهمه تكون موجوده في كل السيارات. اعتقد انه شويه شويه كمان يعني مع الوعي لما ينتشر والسواقه حتبدا امور كثير تنتظر. جربت السيارة الآن، يعني السيارة حلوة راسية، في الساوند سيستم رائع اللي عليها الانفينيتي أو مشهور، وعدد سماعات أصلا ما أعرف أظن كم، 9 أو 11 سماعة ما أنا متأكد، ما شاء الله يمين وشمال مع السبوبر برضه، مع السبوبر بالضبط. الهواء حق السيارة بصراحة ما أسمع صوت الهواء يطلع إلا غير بعد ما عدى 140، طبعا اليوم يمكن ما فيش هواء فماني سامع صوت الهواء، بس بعد ال 140 160 شوية ابتدى يطلع صوت الهواء من قدام. حسيت السيارة شوية خفيفة من قدام مع الهواء برضو على بعد ما عدت 140 كيلو، ماشية كويس راسية ما فيها شيء، بس نوعا ما كده فيها فلوتنج، فيها عومة خفيفة كده من قدام. زي ما قلت أنا مرة، السيارة ما هو معمول مساعدات رياضية ولا هي دفع خلفي ولا هي حقة سرعة عالية،
ومع ذلك بنجرب السيارة بكل أنواع التجارب الممكنة. السيارة حلوة يعني ما شاء الله، اللي ماشي 140 150 160 تأدى الغرض معه. طبعا الدفع الأمامي كله ما هو حق إنه تأخذ بها غرز ويمين وشمال الشيء ده، لكنه خط مستقيم من أجمل ما يمكن في طلوع الجبال، من أجمل ما يمكن في الملفات حقت الجبال تأدى الغرض وزيادة. 3500 سي سي، 290 حصان حلوين، 6 نمر تكترونيك. فختاما أرجو إن شاء الله تكون تجربة ناسبتكم، وأعذرونا على القصور، و هذه تجربة كده سريعة يعني كده على السيارة. الحين هذا اللي هنا الراديو، وعندنا الراديو عندنا هنا، هنا الميديا تشبك الميديا اللي هو USB بالضبط، وهنا السيت اب حق الصوت حق التليفون سيستم. ايوه تمام، شكرا لكم واعتذر على القصور، وان شاء الله تكون ناسبتكم التجربة. ودي سيارة ثانية كورية كثيرة، انا عارف انتوا ايش جننتوني جننتكم تبغوها، وانا والله طالبها، بس الوكالات احيانا عندهم سرعه معينه انا ما اقدر احكمها، وفي وكالات معينه قالت لي ما احنا ما عندنا كسارات بالفم المليان كذا علني. ف يعني ان شاء الله كذا دائما الحياه كذا تشويق وفيها اثاره واكشن ودراما، فكل يوم في حال، والحمد لله الحمد لله. شكرا لكم، واتمنى ان شاء الله تكون ناسبتكم التجربه. شكرا.